جميع مساعي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لم تفلح في ضبط الأوضاع الرافضة لانقلاب الجيش على السلطة، ولا سيما بعد أن قام بإعادة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح عدد من المحتجزين السياسيين، إلا أن اتفاقه السياسي مع حمدوك قام بتأجيج الأوضاع أكثر، حيث أدى ذلك إلى تظاهرات متكررة دعا إليها نشطاء سياسيون وعدة نقابات في البلاد، بينما شددت واشنطن مرارا على احترام حق التظاهر السلمي ودعم المتظاهرين، حتى أن استبدال حمدوك مؤخرا للقائمين بأعمال حكام ولايات السودان الذين عينهم البرهان بعد الانقلاب لم يلبي مطالب السودانيين الرافضين لتمرير أي قرار عبر المؤسسة العسكرية. لم تستطع إلى الآن جميع إجراءات مجلس السيادة في السودان إقناع الشارع السوداني بتقبل الاتفاق السياسي مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، والذي يبدو هو الآخر قد فقد جزءا كبيرا من مؤيديه عقب هذا الاتفاق، وإصرارا منهم على رفض الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، خرج متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تلبية لدعوة عدة نقابات ونشطاء سياسيين. واستجابة للدعوات خرج مئات الطلاب وغيرهم من المدنيين في مدينة الفاشر غربي السودان قبل انطلاق التظاهرات في الخرطوم، وأغلقوا الطرق الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات القديمة ورددوا هتافات ضد قادة الانقلاب العسكري مطالبين بعودة الحكم المدني. من جهته أغلق الجيش السوداني كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المقر، مع ورود أنباء تفيد بعزم المجلس السيادي السوداني لحسم تقسيم الملفات بين المدنيين والعسكريين. مصادر إعلامية محلية أكدت أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات قرب القصر الجمهوري في الخرطوم. من جانبها أشارت السفارة الأمريكية في السودان في بيان لها إلى وقوفهم مع الشعب السوداني في سعيه للحرية والسلام والعدالة في مظاهرات اليوم الاثنين، مرحبة بالتزام الحكومة السودانية بحماية المتظاهرين السلميين. وفي ذات السياق كان المبعوث الأممي للسودان فولكر بيريتس قد شدد خلال اجتماع لمجلس الأمن على ضرورة ضمان حق التظاهر السلمي وإطلاق سراح السجناء السياسيين واتخاذ السلطات السودانية تدابير فورية لبناء الثقة لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي. ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من لندن هشام أبو ريدة المحامي والقيادي بالجبهة الوطنية العريضة. مرحبا بك دوما إلى شاشة اليوم أستاذ هشام. ومن لندن علي مجوك المؤمن أمين العلاقات الخارجية لمجلس الصحوة أو الثورة السوداني. أيضا أهلا بك أستاذ علي، وسأبدأ معك. لماذا تستمر هذه التظاهرات في الشوارع السودانية رغم كل هذه الاتفاقات بين القوى السياسية ورغم الإعلان عن ميثاق سياسي جديد مرتقب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا مبادرين لكم الاستضافة. كل المؤشرات اللي في الآن في السودان تؤدي بنا إلى أن هنالك قوات شعب مسلحة بغضوها قادة عسكريين هم جزء من هذا التغيير وجزء من الوثيقة الدستورية الأولى، وهنالك أحزاب سياسية تتوسط ما بين العسكر وما بين الجماهير. الانقلاب أفضى بنا في أن هنالك اتفاق، ما بعد الانقلاب أفضى بنا الاتفاق ما بين حمدوك كشخص وحمدوك الأحزاب السياسية اللي موجودة اللي هي التي قادت الحرية والتغيير، هي التي أتت بحمدوك ليكون حصان طروادة للفترة الانتقالية. وبالتالي الجماهير الآن فاقدة الثقة في الأصل مع قادة الجيش، والآن جينا إلى مرحلة أخرى اللي هي فاقدة الثقة في حمدوك كقائد في المرحلة الانتقالية. ومن ثم هذه الأحزاب أرادت في هذه المرحلة أن تتخطى حمدوك، وبالتالي تقود هذا الشارع الآن بدأ الصراع يكون مع الجيش، أصبح الصراع مع حمدوك ومع الجيش مع بعض. وبالتالي الجماهير لا تقتنع أبدا بهذه الوثيقة الجديدة، لأن الوثيقة الجديدة يعني تجاوز
تجاوز الوثيقه الدستوريه العليا، طيب. ثم تجاوز ابو اتفاق جوبا، ثم تجاوز كل الوثائق التي اعتمدت عليها الفتره الانتقاليه مع المجتمع الدولي. طيب، منذ الانقلاب ويتم الحديث بانه لم تعد هناك الثقه الكافيه بين السودانيين والاحزاب السياسيه التي بقيت متحكمه بالسلطه، وهنا نتساءل عن ثقه الشعب السوداني اليوم بقوى الحريه والتغيير، وهناك من يتحدث بان هذه القوى متواطئه مع حمدوك بما حدث من انقلاب والرجوع الى السلطه، لانها هي طيب. من تدعو الى الاحتجاجات. الحريه والتغيير في حد ذاتها هي جسم هلامي تتمترس حوله احزاب معينه، الاحزاب اليسار سواء كان الحزب الشيوعي او الحزب الامه او حزب البعث العربي الاشتراكي وكلهم مسمياتهم. الان في كل الفتره من 2019 هذه الاحزاب ما استطاعت انها تقول ان انا كحزب معين سواء كان الحزب الشيوعي المشارك أو الحزب البعثين، ما استطاعوا أن يقولوا نحن مشاركين باسم الحزب باسم هذه الأحزاب، لأنه هم هذه هي الأحزاب التي سرقت الثورة، وبالتالي أتوا بحمدوك اللي يكون حصان طروادة. الآن اتضح تماما أن هذه الأحزاب بدون مظلة الحرية والتغيير الشعب السوداني لا يمكن أن يقبلها، وبالرغم من ذلك لأنه هم الذين تواطؤوا مع قوات الشعب المسلح مع القادة نفس القادة دي في 2019 وكونوا الحكومة، ثم انقلبوا على الوثيقة الدستورية نفسها لأنه رفضوا مشاركة أي جسم سياسي مهما كان انتماءاتهم مع المؤتمر الوطني وغيره، وبالتالي استأثروا بهذه السلطة لمدة عامين وفعلوا ما يفعلوا، بالتالي الآن هذه هي النتيجة. طيب أستاذ هشام أبو ريدة، هل تشاطر الأستاذ علي فيما ذهب إليه؟ وأيضا أريد أن أسألك عن يعني قوى الحرية والتغيير، إذن هي باتت من تتحكم بالمشهد رغم كل هذه الإجراءات، هي من تدعو إلى الاحتجاجات وهي من تجري اتفاقيات مع الجانب العسكري وإلى جانب قوات سياسية أخرى؟ في البدء تحية لك وتحية لكل المتابعين. تحية لك. هي الحاضنة السياسية بما تسمى بالحرية والتغيير كما ذكر ضيفك، هم مجموعة أحزاب بسيطة ليست لديها أي قواعد جماهيرية في السودان، وهي ما استأثرت بكامل السلطة في داخل الفترة الانتقالية، مما جعلت هذه الثورة العظيمة بردا وسلاما على النظام السابق على رموزه، وفتحت الباب لكي يأتي هؤلاء الانقلابيين ينقلبوا مرة أخرى على الفترة الانتقالية. حقيقة يعني الحرية والتغيير إذا كان ألف ولا إذا كان باء هما وجهان لعملة واحدة، وفي النهاية يعني ما قاموا به هما من خلال عملية التسوية السياسية والوطن الناعم الذي يعني جعل الشعب السوداني يعاني الويلات. يعني هذه الثورة العظيمة عندما قامت بمطالب، المطالب كانت واضحة اللي هي التحول الديمقراطي من الدولة الشمولية الدولة العسكرية إلى دولة مدنية، والشباب الآن هم في داخل الشارع السوداني هم مواصلين بنفس الإيقاع بنفس الكيفية التي يعني ابتدوا بها هذه الثورة، وللآن هم يعني يناشدون ويطالبون ويرفعون الشعارات ويقدمون أرواحهم الطاهرة يعني من أجل التحول إلى دولة مدنية. هل سيكون المتظاهرون اليوم في الشوارع السودانية هل سيرضيهم العودة إلى ما قبل الانقلاب؟ هم شعار واضح إنه يطالبون بالعودة للحكم المدني. نعم، لا تسوية ولا تفاوض ولا رجوع إلى ما بعد يوم 25 أكتوبر. ما قام به حمدوك في يوم 21 نوفمبر من توقيع الاتفاق السياسي هذا لا يعني الشعب السوداني بشيء، وهذا لن يرضي الشعب السوداني ولن يرضي الشباب الذين هم قدموا هذه التضحيات الغالية. الآن يحاولون ويتشرعن لهذا الانقلاب. الآن حمدوك لأنه أصبح هو في خانة العساكر، هو من يبحث لكي يجد لهذا الانقلاب شرعية حقيقية حتى أن يقود البلاد إلى الفترة الانتقالية، أن تخلص الفترة الانتقالية
وأن تقوم الانتخابات مرة أخرى لكي يعيدوا إلينا النظام السابق ورموز النظام السابق مرة أخرى في الحياة السياسية من هذا. طيب في ظل تجدد الاحتجاجات أستاذ علي، رغم كل هذه الإجراءات من قبل المجلس السيادي والحكومة وهذه الاتفاقات، ما الذي سيوقف طوفان التظاهرات في السودان؟ الذي يوقف هو كالآتي، هو الشارع السوداني الآن عنده مشكلة أساسية. المشكلة الأساسية تكمن في أنه يجب في نفس هذه اللحظة أنه الشارع يبرز قيادات سياسية جديدة، شباب بمختلف عندهم خبرة. الآن دي هي المشكلة الحقيقية، حتى نتجاوز الحرية والتغيير ونتجاوز الأحزاب ونتجاوز ونجبر العسكر، لأنه لازم يكون في مشروع سياسي. وبالتالي هذه القرارات لا تغيف أبدا، أصل لا تغيف أبدا. لكن المشكلة الحقيقية أنه لاجب أن يكون هنالك مشروع سياسي يعني يقوده قيادات من تنبع من داخل هذا الشارع، يكون بديل للوثيقة الدستورية نفسها الألف وباء. وبالتالي لا يمكن أن يكون الميثاق السياسي المرتقب الذي يتم الحديث عنه بأن يكون بديلا لهذه الوثيقة وقد يرضى بها الشارع السوداني. الميثاق هو دو ميثاق انقلابي واحد. الآن الميثاق ده طرحوه ناس الجيش، ناس القوات المسلحة الآن اللي عملت الانقلاب نفسه، ومتواطع معهم حمدوك، لأنه حمدوك في نفسه هو فقد الثقة في الحرية والتغيير، لأنه ما استطاعت أنها تديه مشروع طيلة هذه الفترة. المشروع من 2017 الحرية والتغيير مشروع عندها مشروع واحد، اللي هو التمكين هذه الأحزاب في مؤسسات الدولة، ثم انتقلوا إلى مرحلة. بالتالي الجيش شعر في أنه إذا تمكنوا هؤلاء فسوف يطوحوا بقادة الجيش وقدموا للمحاكم لأنه كلهم مجرمين. وبالتالي أنا بفتكر الشعب السوداني الآن والشارع السوداني لا يقبل وثيقة وتجاوز حتى الوثيقة الدستورية، سوف يعني حيأتي بوثيقة جديدة بفهم جديد وبطرح جديد، وحيجبر العسكر أن يتعاملوا معه. طيب جميل، وأعود إلى أستاذ هشام. يعني ما فهمته وما استشدته من حديث الأستاذ علي، السودانيون يرفضون أي اتفاق بين حمدوك وبين البرهان، ولديهم على الأقل قد تكون لديهم يكون لديهم طرح أو رؤية لمستقبل السودان. هل الأرضية اليوم في الشارع السوداني مهيئة فعلا لتقديم البديل أو أوراق قد تكون بديلا عن هذه الاتفاقيات والميثاق المرتقب؟ هنالك بعض الرؤى وبعض البرامج التي تم إعدادها من قبل قيام هذه الثورة، يعني منذ 2010 نحن في الجبهة الوطنية العريضة عددنا قانون متكامل من دستور انتقالي للفترة الانتقالية، وكذلك عددنا قوانين لمحاسبة الفساد بأنواع ثلاثة، يعني إذا كان إعلامي أو إذا كان مالي أو إذا كان سياسي، وكذلك عددنا يعني قانون للعزل السياسي وإعادة هيكلة الأجهزة العدلية بكلها، وحتى إعادة هيكلة الأحزاب. هنالك البرامج يعني وموضوعة، ونحن يعني دعينا كل القوى السياسية، وكانت هنالك مشاركة فاعلة من ورش وغيرها. البرامج الآن حتى نحن لما نجيبنا إنه نكون داخل الحرية والتغيير، كنا هنالك شروط اشترطناها على هؤلاء بأنه لابد أن تكون هنالك محاسبة كشرط أساسي داخل إعلان الحرية والتغيير. ولكن هؤلاء طبعا عندما قاموا هذه المجموعة التي هي استولت على الحرية والتغيير، هي كانت تفاوض النظام، هي كانت يعني بعض رموزها يطلع إلى العلن، وكان يكسر من مقاذف الثوار بأنه لن تكون هنالك أي مقاومة أو ثورة لإسقاط هذه المجموعة النظام السابق إلا من خلال الانتخابات. ولكن إرادة الشعب السوداني وهؤلاء الشباب كانت أقوى من هؤلاء، وبالفعل قد تمت هذه الثورة، وبعد ذلك التحقت بها النخب السياسية. النخب السياسية هي من جاءت بعد أن يعني الثورة يعني وصلت إلى مرتضاها، وأرادوا الاستيلاء عليها، وأرادوا كذلك وجود مخرج أو نفاذ لكي النظام السابق ورموزه
لكي لا يقدم بالمحاسبات، وأن يعيدوا إلينا النظام السابق مرة أخرى عن طريق بوابة الانتخابات المبكرة التي يدعو لها الآن البرهان وغيره. هذا كله لن يجي، كل هؤلاء هم مجرمين، هنالك بلاغ، نحن كررنا هذا الأمر كثيرا، هنالك بلاغ في مواجهة هؤلاء الانقلابيين قد قامت به الجبهة الوطنية العريضة متمثلة في رئيسها الأستاذ الراحل عليه رحمة الله الأستاذ علي محمود حسنين، وهذا البلاغ الآن بموجه رموز النظام الآن موجودين داخل السجون. نحن كقوة سياسية يجب على القوة الجادة، نحن لا نريد مرة أخرى إعادة السودان مرة أخرى إلى 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 كي يجدوا أحد الطرق لهؤلاء القتلة، لهؤلاء الذين أذاقوا الشعب السوداني الويلات من الهروب مرة أخرى من المحاسبة. وإنما نحن الآن بصدد أن نستغل الحراك الدائر من أجل تماماً، يعني ثورية لم تتم ثورية لم تتم محاسبة المشاكل وأيضا ما حدث خلال إسقاط نظام البشير حتى الآن في على مدة عامين، والآن التظاهرات أيضا تواجه بالطريقة ذاتها، هناك الكثير من العنف. وهنا سأتحول إلى الأستاذ علي، ماذا يمكن أن يكون الضامن لدى السودانيين بأن يتم الحفاظ على حرية التعبير وحق التظاهر في ظل كل هذا العنف المستخدم من قبل السلطات الحاكمة؟ الأحداث الآن الموجودة الآن في السودان اليوم هنالك تطور كبير جدا. نحن الآن لا نتحدث عن الحريات، لأنه لا يمكن أن تكون في حريات وعسكر حاكمين، ده مستحيل حتكون في حريات. لكن لا يمكن أن تبقى هذه الجهات متشبثة بالسلطة، ويبقى السودانيون يخرجون إلى الشوارع ويدفعون ثمن ذلك أرواحهم. العسكر ارتكبوا أخطاء كبيرة جدا، ارتكبوا أخطاء في 2019، ارتكبوا أخطاء في 2020، ارتكبوا أخطاء في 21، وبالتالي الضامن الوحيد لهم هم الاستمرار في السلطة، الاستمرار في التمسك بهذه المؤسسات، الاستمرار في جهض المجهود الشعبي الموجود الآن. نحن بالنسبة لنا الآن الواضح أنه لا، السودان الآن يفقد المشكلة الحقيقية، ما فيش أحزاب سياسية الآن، ما فيش أحزاب سياسية، ما فيش مشروع مطروح، مشروع قومي، كلها مشاريع خاصة. الصراع الآن يتمركز في الخرطوم. هؤلاء الأحزاب السياسية نسيت أن هنالك في ولايات الآن في مشاكل في دارفور، مشاكل في الشرق وغيره، وبالتالي الآن أنا في نظري نحن في مجلس الصحوة الثوري بنفتكر في أنه في حاجة أساسية الآن، لا يمكن أن تكون مشكلة السودان بأي شكل من الأشكال إذا ما ذهبنا إلى مرحلة بتاعت انتخابات أو التحول الديمقراطي. والتحول الديمقراطي المعضلة الأساسية منه لأنه هذه الأحزاب عندها قناعة تامة، والتنظيمات السياسية إذا ذهبت الانتخابات لا يمكن أن تفوز، وبالتالي هما الاثنين مشتركين في جريمة واحدة. العسكر ما عاوزين انتخابات لأن الانتخابات بترجعهم إلى سكناتهم، والأحزاب السياسية لا تستطيع أن تمشي الانتخابات لأنها لا تفوز، وبالتالي الشعب السوداني ضايع بين هذا وذا. نعم، أشكرك من العلاقات الخارجية لمجلس الصحوة الثورة السودانية علي مجوك المؤمن ضيفنا من لندن، وأيضا أشكرك جزيل الشكر المحامي والقيادي بجبهة الوطنية العريضة هشام أبو ريدة، أيضا حدثنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.